كل ترحيبا كبيرا، ولكنهم حددوا استدراكات أساسية. قالوا أن من ضرورة نجاح هذا البروتوكول أن يكون نابعا عن إرادة وطنية حقيقية وليس نتيجة لضغوط خارجية، وأن يكون ناجزا ولا رجعة فيه ويطبق تطبيقا ناجزا. فالتجربة التي يعيشها الناس على مدى هذا الصراع أن الاتفاقات يتم التراجع عنها ويعاد تفسيرها بحيث تكون أحيانا بذور لأزمات جديدة، وهذا ما يخشاه الناس الذين استطلعناهم هنا. من ناحيتها المعارضة قالت أن هذا البروتوكول عيبه أنه بروتوكول ثنائي بين الحكومتين وبين الحزبين الحاكمين، ولم يتسع ليشمل القوى السياسية المؤثرة شمالا وجنوبا، وبالتالي هو اتفاق ثنائي وربما يجري عليه ما جرى لاتفاق نيفاشا الثنائي الذي قالوا أنه ضعف هذا الاتفاق هو السبب في هذه الأزمات التي لحقت بهذا الاتفاق. على كل المناخ جيد، وخاصة أن الخطابين اللذين ألقاهما الرئيسان في حفل التوقيع أضافا روحا من التفاؤل، ذلك أنهم اتسما بقدر كبير من التسامح والاحترام والتقدير المتبادل. مسألة أبيي هي المشكلة كما يراها الناس هنا، ولكن أبيي دائما كانت تتحرك، هذه القضية كانت تتحرك في مناخ عدائي استخدمت فيه أدوات عسكرية واقتصادية من قبل. إذا تطبق هذا الاتفاق تطبيقا حسنا فإنه سيعدد الثقة بين الطرفين وسيخفف من المواجهة في أزمة أبيي، وسيعدل المناخ الذي يمكن أن يتم تناول أزمة أبيي فيه من بعد ذلك. لأن الناس ينظرون هنا إلى أن الآن الحركة الشعبية أو جنوب السودان والذين يقفون من خلف أبيي من خلال هذا البروتوكول قد فقدوا أوراق ضغط أساسية هي الربط بين بروتوكول أبيي وقضايا ما بعد الانفصال. أما وقد حلت قضايا ما بعد الانفصال بهذا البروتوكول الذي وقع عليه اليوم وتم فك الارتباط بين أبيي وقضايا ما بعد الانفصال، فإن الجنوب فقد هذه الأوراق وربما خففت المواجهة على صعيد أبيي من تلقاء ذلك. كانت هناك ضغوط شديدة على رئيس جنوب السودان أن لا يفك بين قضايا ما بعد الارتباط ما بعد الانفصال وقضية أبيي. أما وقد تم ذلك فالناس يرون هنا أن ذلك يفقد الجنوب كثير من أوراق الضغط. بموازاة أجواء هذا التوقيع والترحيب والارتياح بشكل عام، هناك على المناطق الحدودية التي شهدت توترات في الأيام الماضية، كيف تبدو الأوضاع على المسلمين؟ المناطق الحدودية بالتأكيد هي المستفيد الأول من هذه البروتوكولات. هذه البروتوكولات فيها حريات الأربعة التي حرية التملك والتنقل والعمل والإقامة، وهي لصالح المناطق الحدودية، وفيها التجارة البينية. التجارة البينية هي العنصر الأهم في العلاقات بين الدولتين. التجارة البينية مقدرة بمليارات الدولارات في العام الواحد، وهنالك اعتمادية اقتصادية كبيرة جدا بين البلدين، وخاصة القبائل الراحلة التي تتحرك بحيواناتها جنوبا وشمالا، كل ذلك في مصلحة المناطق الحدودية. ربما يكون هناك بعض التوتر، ولكن بالتأكيد المناطق الحدودية والسكان على المناطق الحدودية والقبائل المتداخلة هي الأكثر استفادة من هذه الاتفاقات. أشكرك جزيلا مدير مكتب الجزيرة من الخرطوم.